هو النادي الاهلي طول ليه؟ عمره كده لان وعي الجمعيه العموميه هي ما تفرقش معاك الكلام ده اصلا. طب رسالتك جايه للجمعيه العموميه بقى هي انا بقول ده بقى ان وعي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هو ده اللي بيطمننا دايما، يعني ان انت جمعيه العموميه للنادي الاهلي وعيها وثقتها واسلوبها في الاختيار هو ده اللي بيطمنك دايما ان هم بيختاروا المجلس المناسب في الوقت المناسب. يعني ده بيحصل على مدار الزمن بدليل ان النجاحات اللي نادي الاهلي حققها ما بيفرقش بقى معاهم معايير تانية، ما بتفرقش معاهم شو ولا حركات، لا لا هو ده اللي بيطمنك ان الحمد لله وان هويه النادي الاهلي دايما متحافظ عليها، لان اعضاء النادي وجمهور النادي الثقافه واحده، بالعاملين في النادي بالموظفين في النادي بمجلس الاداره الثقافه واحده، ان احنا عندنا النادي الاهلي ده خط احمر كلنا. مظبوط. فبالتالي ايه وعندك النادي الاهلي زي ما انا عايز تشوفه احسن نادي في الدنيا واحسن محقق اكبر حاجه، ففي الاخر اهدافنا واحده، مفيش مثلا واحد عنده هدف انه حته خدميه وعايز يشوف مثلا ابنه مش عارف ايه والتاني عايز حاجه تانيه والتالت والعامل مستني مرتبه، لا كله بيشتغل بحب. انت بتلاقي الناس في الجامعات العموميه الموظفين والعمال وكله شغال متعاون متعاون لان هو عايز الحدث ينجح، مش عشان هو موظف، عشان هو بيشتغل في الاهلي فهو عايز ان الحدث ده يبقى احسن حاجه في الدنيا. ده حقيقي. فده اللي بيحكم النادي الاهلي وده اللي دايما حكم الجامعه العموميه عندنا، فانا ببقى مطمن ان هم يعني احنا حتى في انتخاباتنا الاخيره دي كان نازل قدامنا قائمه ناس كلها محترمه واحنا بنحترمهم جدا على المستوى الشخصي، مهندس محمود طاهر وكل قائمته، اتعمل دعايه هنا زي ما اتعمل دعايه هنا، اتعمل ايه اللي فرق في الاخر ايه؟ ان الناس كانت شايفه ومقتنعه ان كابتن محمود الخطيب هو رجل المرحله دي. فبالتالي نجح كابتن محمود ونجح القائمه كلها معاه كابتن محمود الخطيب، لان الاعضاء الجمعيه العموميه كانت حاطه ثقتها مش بس في برنامج الانتخاب الحمد لله كان موفق من النادي الاهلي، لا لان هي شايفه ان النادي الاهلي المرحله دي مرحله كابتن محمود. رسالتك ايه لكابتن محمود والاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي؟ رسالتي ليهم طبعا انه يعني احنا الحمد لله ربنا عالم، يعني احنا يعني تعرضنا لايه وضغوطات عامله ازاي. انا حاسس بيك، حاسس بيك. ثلاث سنين اللي فاتت دي ربنا اللي عالم بيها، لكن اللي انا بقول لهم يعني ان انا اتعلمت منهم كلهم وبتشرف ان انا بوجودي معاهم، هم كلهم اخواتي الكبار وكلهم ناس محترمه، من اول الوزير اللي عمرو فاروق، من بعد الكابتن الخطيب طبعا، يعني مهندس استاذ خالد درنداري ومهندس خالد مرتجي والكفراوي ورانيا وطارق قنديل طبعا ده اخويا الكبير العزيز، يعني جوهر نبيل بعتز بيه جدا وليه افكار بتبقى جيده جدا جوه مجلس الاداره، اصدقائي بقى الشباب يعني ضماطي وجرحي ومهند دول حبايبي يعني، واحنا دايما متحمسين مع بعض وبنشتغل مع بعض كتير والحمد لله يعني. مهندس خالد برضو يعني ما انا قلت طبعا الشباب. ايوه من الشباب. لا لا ما قصدي من الشباب. ده الشباب فعلا. هو من الشباب. مهندس خالد عنده ميزه ان هو فعلا يعني الخبره يعني الخبره بقى الناس القدام في النادي تحس المجلس متقسم خبرات سته والجداد سته بالظبط، جامع ما بين الخبرات دي ودماغه دايما متجدده وشبابيه معاكو دايما ده احساس يعني انا لا انا يعني انا ببقى فخور بده، الناس كتير بتقول لي انت خليفه المهندس خالد وهو بيقول لي ده، انا بشوف نفسي فيه. شخصيه محترمه جدا انا ببقى فخور بيه لان هو يعني لا وهو فكره جديد ومتحدث يعني وبيفيد النادي الاهلي في ملفات كتير قوي في عالميه، فلا انا وبقول لهم يعني دايما بيقولوا لنا الكابتن ان احنا رغم كل بقى اي يعني هجوم بيحصل واي مهاترات بتحصل بره واي خبط بيحصل بره دايما نبقى وحده واحده. ده حقيقي. بنختلف مع بعض جوه غرفه قناه مجلس الاداره ده صحي. بالظبط. انت اكيد هنا في شغلكم بتختلفوا مع بعض في امور فنيه، لكن لكن احنا بره الترابيزه الاختلاف جوه الترابيزه ده مطلوب ومهم على فكره وده بيحصل عشان ما نخبي، لا بيحصل، لكن بره الحمد لله علاقاتنا في المناسبات الاجتماعيه دايما مع بعض وبنضحك مع بعض وعلاقتنا كويسه ببعض، اي كلام بيتقال انه في توترات وفي مش عارف ايه لا ده كلام لضرب استقرار المجلس، لكن المجلس كله على واحده واحده الحمد لله على قلب رجل واحد، ده دايما الكابتن بيطلبه مننا كرئيس النادي وده انا باكد عليه يعني كعضو مجلس اداره النادي ان احنا دايما هنبقى واحده واحده ان شاء الله وربنا يعني يكرم باذن الله وفي اخر الشهر ده يكون في اخبار كويسه.